سؤال اليوم بحلقتنا اليوم هو من أم اللي تبكي كتير بعد ما تتفر على أولادها وبعد ما تتعصبن وبتصير تحاسب حالها وبتعرفش إيش بدها تتصرف. هذا موضوع اللي فيه عصبية الأم. إذا أنت جديدة على محطتي ما تنسي تحطي سبسكرايب، اضغطوا سبسكرايب. القرارات بدك تاخديها بخصوص العصبية، في عندك قرارات، خلينا نتفق على 5 اليوم هوينات كتير عليك وممكن انك تقدر تنفذيهن. اول قرار، بس تقوم الصبح من امبارح قولي لنفسك انا بدي اقوم مش متدمرة ولا شاكي، انا بدي اقوم جبهتي جبيني مفتوح مبتسمة، وانا بدي مش بس الابتسامة هاي عشاني انا، عشان كمان قلبي، عشان دورتي الدموية، جسمك مهم كتير. وكل ما ضحكتي أكتر، ومعروفة في الطب إنك كل ما ابتسمتي وكل ما كنت سعيدة كل ما صحتك كانت أحسن، هاي غير إنه ولادك رح ينبسطوا كتير وجوزك رح ينبسط كتير إنه أمنا ومرتي مبتسمة. هذا قرار تقدر تاخديه، وكل ما انتبهتي إنك أنت مش مبتسمة ارجع على القرار هذا. هذا قرار أول. ليه أنا حطيته بالأول؟ لأنه هذا لمصلحتك، لإلك، لنفسك بالأول. القرار الثاني اللي أنا كتير مجربته وبحب إني أشاركك فيه هو إنه إذا كنت ملخبطة في البرنامج فيش عندك تنظيم، رح كتير تنرفزي، رح تكون كتير عصبية. يعني إذا مش مرتبة من قبل بيوم، أنا بدي أعمل الصبح 1، الظهر 10، 11، كل ساعة عندك التنظيم يكون واضح لك، عارفة من مبارح كيف بدك تكوني وشو بدك تتصرفي. مش بس تنظيم عليك، التنظيم كمان مع أولادك وجوزك، كلكم مع بعض تكونوا متفقين من قبل بيوم لأسبوع مثلا مع الأولاد ومع زوجك، مين عليه يعمل 1، مين عليه يعمل 2، وتكوني كتير رايقة وتتفقي. يعني مش تفرضي، تتفقي وتبدلي هذا التنظيم بالأسبوع اللي بعده. السبين التنظيم لإلك كتير ضروري تتذكري إنه بتحتاج لإستراحات. فيش إنسان بيقدر يشتغل 5-6 ساعات متواصلة من غير استراحة، بيطلع لك استراحة، وحدديها من قبل بيوم، قولي أنا بدي أعمل استراحة، وتعرف شو بدك تعملي في هاي الاستراحة. بدي أشرب فنجان سخن، بدي أسمع شغلي مهمة كنت حابة أني أسمعها، بدي أقرأ شغلي. أنت شو بتحبي بهاي الاستراحة تعملي، ما حدا بتدخل فيك. الاستراحة بتخديها لربع ساعة، عادة هيك نعمل بالوظائف، ربع ساعة مش أكتر، وبترجع للتنظيم. على فكرة التنظيم معروف في الأبحاث إنه الإنسان المنظم هو أكتر سعيد، فالتنظيم كتير مهم. هذا تاني قرار. ثالث قرار، بدك تتوقعي. المهمة تبعتك مش سهلة، أنا بعرف. بدك تتوقعي مثلا مع أولادك مع جوزك شغلات اللي لازم تاخديها بعين الاعتبار. أنت ملكي، ملكة هذا البيت، ومعروفة هاي ربة البيت. فبدك تتوقعي مثلا إنه في عندي ولد بزعل أوام، في عندي ولد بحب دايما يكون يحكي كتير وعنده شعبية وبده دايما يكون معاي باتصال وبحكي، عندي ولد اللي نشط. هاي أمور بالنسبة للطباع، بالنسبة كمان للميول. يعني مش كل ولد بحب مثلا نفرد انه تعالوا اسا نلعب كلياتنا بالطابة. وبدك تتذكر كمان انه عندك فروق فردية بالطباع بالميول وبالعمر كمان، فهذا لازم انت تتوقعي. بعد ما تتوقعي بتصير مريحة لك الحياة أكتر. بدي أوفر لهن بيئة، أنا دوري، أنا ربة البيت، بدي أوفر لهن بيئة اللي تكون هاي البيئة مثيرة لجسمه، لعقله، لعاطفته. وهون كتير ضروري إنك تنتبهي لكل البيئة هاي اللي موجودة بين إيديكي، وضلك تنوعي. السكتار اللي من الأمهات اللي عم بيسمعوني بدي يقولوا لي شو هذا إلهام، هي حياتك إسا بهاي المرحلة، كمان شوي لما يكبروا رح تترجي وتقولي يا ريتني بعدني بهديك المرحلة، عشان هيك انبسطي فيها. أهم إشي وإنت تفكري في إنك بدك تعمل على توفير بيئة مثيرة، كمان تحطي براسك إنه ممنوع الانفلات،
ممنوع ما يكونش في كمان تنظيم في ردود الفعل، وهذا دورك انت طبعا والبابا، كتير مهم انتوا التنين تتعاونوا. هذا توقع اللي لما بقول لك بدك تتوقع انك عندك فروق فرديه، الان بدك تتوقع حالك. حالك مش انت مش مثاليه، انت مش انسانه مثاليه. تزعليش كثير مرات، ممكن تزعلي، وزي ما حكوا لي كتار، انا ليش استفزت اني احكي لكم هذا الموضوع، انه بعد ما تزعل وتوبخ وتحكي مرات كلام وفيه حتى فش وعقاب وحبس وتعنيف، بتصير تبكي. انا بدي اقول لك في عندي طريقه. لما انت قررتي انك تتوقع انك بدك تغضبي، قررتي انك انت انسانه مش مثاليه وهذا حقك وبدك تتوقع انك تغضبي، حين بتبدي تحسي انه بلش يعلى درجة انفعالك، كتير بفكر انك تقولي، وهذا لازم تطلع منك، انا اسا مش جاهزة، انا اسا شوي جسمي. احكي عن حالك، بلاش تفشي غلك في الاولاد، بلاش تحطي السبب في انفعالك الاولاد، انت لازم هذا تقرري، انت انا مش جاهزة، وخليني اصبر علي شوي، وبعدين لما تروقي هذا صمتك كتير ممكن يرجعهن لأنهن يتعاونوا معك. لما بتبدي توبخي وتحكي بصيغة الجماعة، أنا زعلت لأنكو، أنا مقهورة لأنه أنتو عملتوا، صيغة الجماعة أنتو بيكونش حرام، بيكونوش كلهن، بيكون واحد مثلا اللي شوي أزعجك. فبعد ما تصمتي وتقولي لهن أنا إسه مش جاهزة إني أنا وأعمل واحد اثنين ثلاثة، وبعد الصمت قرري بعد الصمت، إذا طفرتي، إذا غضبتي، قرري بعد الصمت إنك تتوجهي للي غضبتي عليه وتقولي له، بتركيز على سلوكه المستحب. تبدي، مش تبدي تقولي له أنا زعلت عشان أنت تحطي اللوم عليه، لا، أنت ماما كتير شاطر، وأنا بتذكر اليوم مثلا انت تساعدت معي، اليوم انت اخذت اخوك الصغير، اليوم استخدمي، حطي كبارة لما بدك تفتتحي بعد الزعل حديثك مع هذا اللي زعلك، افتتحي في كبارة على سلوكه المستحب. احنا قررنا انه انا بطلع لي ازعل، بطلع لي انقهر، بطلع لي حتى اذا طلع مني كلام، بس هون لما بدك ترجعي من جديد بعد الصمت، كبارة على سلوكه المستحب. وبعدين انت ماما انا كتير، وهي جملة بحبوها كتير الاطفال، اي انا كتير مبسوطة انك انت ابني، انا كتير بفتخر انك انت بنتي، انا بحبك كتير. هاي رابع توقع وقرار. الخامس، وانا كتير هدف بحتاجه، انا بحتاجه، عشان هيك انا بدي اعطيكو اياه، انا محتاجة لنماذج اللي تساعدني على اني اثبت على هالاسلوب، على هاي القرارات. النماذج هاي اللي انا محتاجت لها اني افتش على، مثلا كيف انا وياكم اليوم، نموذج بالنسبه لكم انه انا عمالي بحكي لكم اشي اللي انا كتير سعيده فيه، او خبره، قصه، حكمه، قراءات، كتب، موهبه، هواي. بدك تدور على اشي اللي يرجع لك الاكسجين، بدك تدوري على إشي اللي يخليكي ثابتة ومداومة ومستمرة على هاي القرارات. هذا بيساعدك كتير، ومهم كتير، اللي فيه يعطيك رصيد لأنك تعمل رياضة، رياضة لإلك، رياضة لعاطفتك، رياضة لجسمك، رياضة لعقلك، وهون أنت بتثبتي. وما تنسوا، أنا عندي كتير مواضيع بتشوفوها إسا بتطلع بأسفل الشاشة، اللي بحثنا فيها أنا وياك وفي التربية.